يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان على الإنسان جنابة فلما أراد الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة ثم عمم الماء على جسمه، فهل يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق حال الاغتسال أم يكفي الذي كان مع الوضوء؟ يكفي الذي كان مع الوضوء، لأن الوضوء مقدمة للاغتسال، فيكفي المضمضة والاستنشاق مع الوضوء. نعم.